قصتنا النهاردة حصلت في القاهرة وبالتحديد في السكن الجامعي، طبعا هي في محافظة من محافظات مصر. في البداية شكل السكن الجامعي هي الحمامات منفصلة عن الغرف بتاعت البنات اللي بيسكنوا فيها، او بمعنى تاني ان الحمامات دي مش موجودة في نفس الغرف اللي هما بيناموا فيها، وبيكون كل دور فيه حوالي 20 حمام منفصلين بعيد عن الغرف زي ما انا قلت، بيبقوا في جنب لوحدهم. المهم في يوم في طالبة من الطالبات يعني كانت سهرانة بتذاكر، وبعد كده يعني كانت عايزة تدخل الحمام، فهي بتحكي وبتقول ان الحمامات اساسا يعني حتى لو مفيش اي شيء هي منظرها مرعب، يعني شيء مخيف بجد، يعني في ممر لوحده كده وحمامات كتيرة، ويعني انت بمجرد انك بتروح هناك بتترعب لوحدك يعني بدون اي احداث او اي اصوات، يعني المكان هناك كده كأنها في حتة مقطوعة. وكان غلطها فعلا ان هي راحت هناك لوحدها، واول ما دخلت الحمام سمعت واحدة بتتكلم في الحمام اللي جنبها على طول، بتحكي وبتقول ان هي فضلت ثواني كده على اساس تسمع ايه اللي الست دي بتقوله، لكن مش فاهمة هو هي سامعة صوت بس ايه العبارة الكلمات اللي بتقولها مش مفهومة، كأنها مثلا من بلد تانية او من جنسية تانية، كلامها مش مفهوم. ومفيش لحظات الا ولقت خط بطريقة مرعبة على الحيطة اللي بتفصل ما بين الحمام بتاعها والحمام بتاع الست اللي جنبها. والمرعب اللي في الموضوع ان زي ما انا قلت ان كان في توقيت بالليل، والحمامات دي يمكن حوالي 30-40 حمام جنب بعض، يعني ما هوش واحد. ازاي ان الست دي تبقى في الحمام اللي جنبها على طول، يعني مش حمام تاني بعيد، ولا يعني برضو حاجة مش منطقية ومرعبة. يعني كده هي حست ان الوضع مش طبيعي وفي حاجة مش مظبوطة، ولسه هتخرج من الحمام وسمعت صوت صرخة بطريقة قوية جدا لدرجة ان ودنها ما عادتش بتسمع بيها، ولقت النور اتقطع. من الرعب والصدمة اللي حصلولها بقت حتى مش عارفة انها تفتح التليفون على اساس انها تنور المكان اللي هي فيه. وبعد شوية سمعت صوت خطوات في الطرقة بتاعت الحمام، لكن مش خطوات عادية، ده بتقول لي ناس كتير يعني ممكن 100 واحد رايحين جايين رايحين جايين. وفجأة بتبص لقت ان الخطوات دي بقت بتسرع لدرجة ان بقت بتجري، وهي محبوسة في الحمام مش عارفة تخرج ولا عارفة حتى تشغل الموبايل على اساس ان هو ينور لها. حصل لها حالة هستيريا من الرعب اللي هي فيه، ولقت نفسها بتصرخ بطريقة هستيرية، لكن الموقف مخلصش على كده، ده بتبص لقت ان الست اللي في الحمام اللي جنبها كل شوية صوتها بيعلى بطريقة غريبة، وصوت الخبط اللي على الحيطة بيزيد أكتر وأكتر، كمان صوت الخطوات اللي بره بتزيد وبالسرعة بتاعتها بتزيد كأنهم بيجروا في حلقة سباق. وفضلت تصرخ على أساس أي حد إن هو ممكن إن هو ينجدها، من سواء من الطالبات اللي موجودة معاها أو حتى من اللي هم الموظفات بتوع الأمن اللي موجودين في المكان في الفترة دي. لكن فعلا كانت في واحدة من موظفات الأمن معدية وسمعت صوت الصريخ ودخلت على الحمام، وأول ما دخلت الحمام كل شيء رجع لطبيعته، النور رجع، الأصوات والخبط والجري اللي كانوا موجودين في المكان كل ده وقف مكان. فهنا فضلت تنده وتقول في حد جوه، في حد في الحمامات. البنت من الخوف والصدمة اللي هي فيها خايفة ان هي حتى تتكلم، فاكرة ان هي ممكن تكون من الجن ولا تكون حاجة، فضلت مرعوبة لدرجة انها مش عارفة تنطق، وفضلت لغاية لما اطمنت، وخصوصا لما النور رجع تاني وفتحت الباب وبصت، ولقت فعلا ان هي واحدة من الموظفات اللي هم بتوع الحراسة اللي بيبقوا بره على الباب، وخرجتها من الحمام كل شيء وحكت لهم اللي حصل معاها، لكن محدش صدقها للأسف. لكن اللي عزز موقف البنت ان زمايلها كمان بقى بيحصل معاهم كده، اي واحدة تخش الحمام بالليل كان بيحصل معاها نفس اللي حصل، لغاية لما الإدارة حست بخطر على البنات وفعلا عملت إخلاء للسكن من المكان ده. قصتنا التانية النهاردة حصلت لشاب جزائري سافر فرنسا، وزيه زي أي شاب عاوز يبدأ حياته وظروفه المادية ما كانتش قد كده، فكان بيدور على فندق يكون سعره معقول بالنسبة له ويكون قريب من المدينة على أساس إن هو يسهل عليه موضوع البحث عن شغل. فتقابل مع مجموعة من الشباب العرب هناك فنصحوه بفندق موجود على أطراف المدينة، وراح على الفندق اللي الشباب قالوا له عليه،
لكن المشكلة إن ما كانش فيه أي غرفة فاضية في اليوم ده، ففضل يترجى في موظفة الاستقبال على أساس إنها تشوف له أي غرفة أو أي مكان إن هو حتى ينام فيه للصبح، لأنه جاي يعني تعبان من السفر وعاوز إن هو يريح بأي طريقة، وفهمها إن ده أول يوم ليه هناك وغريب ما يعرفش أي حتة تانية. ومع إصراره فالموظفة قالت له طيب هو مفيش غير الدور الأخير والدور ده ما بيتأجرش يمكن من سنين طويلة، فوافق وقال لها إن هو مستعد ينام في أي مكان. فنبهت عليه وقالت له ان في غرفة في الدور ده هي معلهاش اي ارقام، اياك انك تقرب منها او ان انت تقف قدامها. وفعلا طلع ودخل عشان ينام، ومن شدة تعبه نام نوم محسش باي شيء غير بتاني يوم الصبح، ونزل الصبح على اساس ان هو يدور على شغل. ولما رجع بالليل لقى ان باب الاوضة للموظفة دي حذرته منها، لقت ان الباب وارم، فخدوا الفضول ان هو يعرف ايه اللي في الاوضة دي، لكن كان متردد، وخصوصا ان موظفة الاستقبال حذرته من الاوضة دي او ان هو حتى يقرب منها. وفي اخر لحظة قال انا ماليش دعوة، انا هخش على الاوضة بتاعتي اخش اريح. وفعلا دخل عشان ينام، وقام الصبح برضه عشان يدور على شغل، لكن هو نازل لقى ان باب الاوضة مقفول، فهو افتكر ان الاوضة دي خلاص بقى فيها نزلاء ويعني الامور طبيعية يعني، وراح على شغله. جه لما رجع بالليل فبرضه لقى ان باب الاوضه موارد، فقال ان هو يخبط عليهم ويسلم عليهم لانه خلاص يعتبروا زي جيرانه دلوقتي يعني. فخبط مره واتنين محدش رد عليه، فقال لما يبص كده من الباب، فهو بيبص لقى ان في واحده ست قاعده في اخر الاوضه، لكن شكلها مرعب جدا ومخيف. هو بس من مجرد منظرها جري بسرعه على اوضته وقفل على نفسه. لكن الليله دي ما عدتش على خير، بدأ إن هو يسمع صوت تكسير وصوت صريخ وصوت عفش بيتجر على الأرض. في الليلة دي معرفش إن هو ينام لحد الصبح، وكالمعتاد أول ما النهار طلع نزل برضه على أساس إن هو يدور على شغل. لكن وهو نازل لفت انتباهه إن مكان العين السحرية بتبقى في الباب لقى إن مكانها فاضي، فقال إن هو يبص يشوف إيه حكاية الست اللي قاعدة وشكلها مرعب. لكن لما جه يبص من الفتحة دي لقى كأن الدنيا كلها جوه لونها أحمر. فبعد ما نزل ووصل للاستقبال فبيبص لقى الموظفة اللي كانت موجودة أول يوم هو وصل فيه وحذرته إن هو يقرب من الأوضة دي، فقال إن هو يسألها إيه حكاية الأوضة دي وإيه حكاية الست اللي هو شافها. فهنا البنت قالت له هو أنا مش أنا حذرتك إن أنت تقرب من الأوضة دي؟ فقال لها يعني الفضول مش أكتر، وبعدين أنا لقيت الباب بتاعها موارب فأنا قلت ممكن أنتوا سكنتوها كده يعني. فالبنت حكيت له قصة الأوضة دي وقالت له من أكتر من 10 سنين حصل فيها جريمة، وكان في واحد ومراته في الأوضة دي وحصلت بينهم مشكلة، المهم يعني اتطورت وخلص عليها وبعد كده قام خلص على نفسه، ومن يومها الأوضة دي ما اتسكنتش. حتى مجرد النزل اللي كانوا بيقعدوا في الأوض اللي كانت قريبة من الأوضة دي كانوا برضه ما بيسلموش من الأذى، وعشان كده قرر صاحب الفندق إن هو يقفل الدور ده بالكامل. وانا كنت رافضه ان انت تطلع الاوضه دي، لكن انت صممت وانا اديتك تحذيرات ان انت متقربش من الاوضه دي. قال لها طب ايه حكايه الست اللي انا شفتها وايه حكايه الاوضه؟ لما جيت بصيت للمره التانيه لقيت ان الاوضه لونها احمر او كان حاطين ورقه على الفتحه بتاعه العين السحريه باللون ده على اساس ان محدش يشوف ايه اللي بيحصل جوه. وقالت له اشكال المخلوقات اللي موجوده في الاوضه دي هم طوال جدا وضخام الجسم وأشكالهم مرعبة لدرجة مخيفة جدا وعيونهم لونها أحمر. قال له معنى كده إيه؟ قالت له يبقى أكيد كان في حد بيبص عليك وأنت عينك جت في عين. يا رب تكون قصص النهاردة عجبتكم، وعلى فكرة القصص دي كلها حقيقية وحصلت فعلا بجد. بتمنى اللي مشترك في معايا يشترك ويفعل زر الجرس ويدعموني باللايك والشير عشان يعني قناة التطبيق إن شاء الله. شكرا ليكم، مع السلامة.